السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الطالبات أعزائي الطلبة في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيهم المنحة الفلوس. دونك في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على فوقاش غادي يصرفوا لنا هذه المنحة. إذن السؤال الجوهري في هذا الفيديو هو متى سيتم الشروع في صرف منح التعليم العالي؟ عرف الموعد، يعني موعد الشروع في صرف منح التعليم العالي. قم عن. إذن بعدما حسم السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مصير السنة الدراسية الجامعية بالصريح يوم أمس في مجلس النواب، حتى البارح في مجلس النواب، قال بأنه سيستمر توقف الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات المغربية وكذا مؤسسات التكوين المهني على أن تستأنف في جميع المستويات بالقطاعات الثلاث في شهر شتنبر المقبل. إذن اون فوا خرج هذا القرار من طرف الوزير كثرت التساؤلات حول مصير المنحة الجامعية، يعني واش غادي يصرفوا للطلبة المنح الجامعية ولا لا؟ الجواب هنا في البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ماذا؟ بخصوص صرف منح التعليم العالي. إذن صدر 14 ماي يعني اليوم. إذا تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى عموم الطلبة أنه ستشرع الوزارة في صرف الشطر الثالث لمنح التعليم العالي بمختلف المستويات الدراسية ابتداء من يوم السبت 16 ماي، يعني نهار السبت إن شاء الله الوزارة غادي تبدأ في صرف منح التعليم العالي إن شاء الله. إذا هذه المنح كتهم واحد العدد كبير من الطلبة، ما يقارب 380 ألف طالبة وطالب، والذين يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك الجامعية وبغلاف مالي إجمالي وصل ل 800 مليون درهم. دونك الطلبة موزعين على الجامعات وعلى مؤسسات التكوين المهني، يعني جميع المؤسسات التابعة للتعليم العالي. إذا المعلومة المهمة في هذا البلاغ الصحفي هي أنه ابتداء من نهار السبت 16 ماي غادي تبدأ الوزارة في صرف المنح. إذا مبروك عليكم وإن شاء الله تدخل عليكم الصحة والعناء إن شاء الله وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم على المتابعة، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.